كان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مقدمة مستقبلي فريق النجمة العائد من مدينة أصفهان الإيرانية، متوجا بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد التي اختتمت مؤخرا لدى وصوله المملكة يوم أمس. نعم، حيث نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا رسميا للأبطال في قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي، واستقبل سموه الأبطال بالورود وهنأهم بهذا الإنجاز الآسيوي ونقل لهم تحيات جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبارك سموه لبعثة نادي النجمة فوزهم باللقب الآسيوي الذي تحقق للمرة الثانية بعد نسخة 2017 ليتأهل الفريق للمشاركة ببطولة العالم للأندية سوبر جلوب، مشيدا سموه بما قدمه اللاعبون على امتداد البطولة من أداء مشرف تمكنوا من خلاله حصد اللقب القاري ورفع علم المملكة عاليا ليعكس الصورة الناصعة عن كرة اليد البحرينية وما تزخر به من عناصر بارزة سواء على صعيد المنتخبات والأندية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد: ننظر إلى هذا الإنجاز الآسيوي بعين الفخر والاعتزاز لأنه جاء بقيادة وطنية وبمجهودات كبيرة بذلها اللاعبون والطاقم الفني والإداري، حيث قدم الفريق ملحمة بطولية وتمكن من تحقيق إنجاز آسيوي جديد لكرة اليد سيكتب بأحرف من ذهب، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعم مجلس إدارة النادي ودوره في توفير مختلف ظروف الإعداد المثالية. وأكد سموه على أهمية مواصلة العمل من أجل التحضير والإعداد للمشاركة في بطولة أندية العالم بهدف التمثيل المشرف، مؤكدا سموه دعمه لنادي النجمة في المعترك العالمي بما يؤدي إلى تقديم أفضل النتائج والمستويات التي تليق بسمعة كرة اليد البحرينية. للبحرين هذا الإنجاز باسم مملكة البحرين، وإحنا فخورين بأبطالنا عيال النادي، توفقنا بالجدارة والحمد لله، يعني ما يسو اليوم الإنجاز. طبعا هذه أهدي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ولا ننسى سمو رئيس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة اللي هو بنى الدمج الأندية اللي احنا اندمجنا، وشيوخ الشباب الله يحفظهم أصحاب السمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد، هم لهم دور في تشجيع في هذا الفريق وجميع الأندية. إنجاز جدا كبير، وكرة اليد البحرينية دائما هي متفوقة، واليوم أثبتوا رجال النجمة بأنهم فعلا قد المسؤولية وقد الإنجاز، ولما أنت تكون تمثل آسيا وتمثل البحرين وبهذا الشكل وبهذه الروح، هذا يعني أن الكثير، أن لله الحمد عندنا فرق في الأندية قوية، وهذا اللي عكس عندنا لله الحمد منتخبات قوية. وجود اليوم سيد سمو الشيخ خالد في استقبالهم، تخصيص طائرة خاصة لنقلهم، هذه أيضا يعني أن احنا أيضا الكثير، اهتمام سموه، وهذه راح يساهم ويساعد الكل على أن يبذل أقصى ما عنده وينجز
حتى نحقق الهدف الكبير وهو تشريف مملكة البحرين في المحافل الدولية. طبعا في البداية مبروك للبحرين، مبروك لسمو الشيخ ناصر بن حمد واسمو الشيخ خالد بن حمد على هاي الإنجاز الكبير. طبعا هاي ثاني مرة نفوز البطولة، احنا كنا على اعصابنا، انا كنت قاعد اتابع المباراه على تليفوني، اغلبيه المباراه كنا خسرانين، بس الحمد لله في الوقت الاضافي في الاكسترا تايم قدرنا نحقق المركز الاول. هذا الانجاز يحسب حق البحرين كلها، وقفه البحرين كانت كجمهور كلجنه اولمبيه كهيئه رياضه اتحاد يد، يعني الكل كان داعمنا وواقف ويانا حق نحقق هالانجاز رغم الصعوبات اللي كانت متوفره كاصابات كتعب يعني. فالحمد لله تحقق الإنجاز بتكاتف الجميع، دور القيادة، دور سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد داعمين للرياضة، ولله الحمد يعني بتكاتف الجميع يات مثل ما نبي ويات النجم الثاني مثل ما نقول. نهدي الفوز هذا إلى جلالة الملك معظم، إلى سمو ولي العهد، إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد، سمو الشيخ خالد بن حمد شيوخ الشباب، إلى الشعب البحريني كله، إلى الشارع الرياضي، إلى محبين كرة اليد بشكل خاص. طبعا بطولة آسيا تعنيش الكثير لأن احنا كلاعبين إلى الوطن، بطولة آسيا اليوم احنا حققناها، توقع الفريق راح يكون مشارك في النسخة المقبلة لكأس العالم أندية، فجميل جدا بالنسبة لنا احنا كلاعبين فريق بحرين يكون متواجد بين أكبر 8 فرق عالمية في بطولة كأس العالم.